لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم تلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما
قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم